الفاعلين السياسيين الاقتصاديين الاجتماعيين، مسؤولية القضاة، مسؤولية المحامين، مسؤولية الأطباء، جميعا يجب أن نقف خلف جلالة الملك للدفاع عن قضيتنا الترابية الأولى. وحنا كرجال قانون أيضا يجب أن نساهم من موقعنا كرجال قانون في تنوير المواطن وفي الدفاع عن القضية أمام جميع المحاكم الدولية. شكرا لكم. الأستاذ محمد الهيري الذي أقف احتراما لنضالاته السابقة، قاضي الرأي المعزول، المدافع، الأستاذ رشيد خليفة فليتفضل.